بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلتي السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة 30 بعد 100 مع غزوة خيبر في جزئها 9 أجزاء. لما أيقن يهود خيبر بالهلاك استسلموا وأرادوا مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبقى من خيبر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. تم الاتفاق على أولا حقن دماء من في حصون يهود خيبر، ثانيا ترك الذرية لهم، ثالثا يخرج يهود خيبر من أرضهم، رابعا يحملون كل ما أرادوا إلا السلاح. والسلام عليكم.